تهنئة للأستاذ الدكتور علي بن عبد الرحمن القرعاوي بمناسبة حصوله على رتبة أستاذ في العقيدة، قالها دخيل بن محمد الدخيل. أبارك يا دكتور ما نلت من فخري مضيفا به فخرا إلى سابق الفخر. أبارك يا دكتور ما نلت من فخري مضيفا به فخرا إلى سابق الفخر. فإن نلت بالتعليم أعلى شهادة فإنك بالأخلاق من سادة العصر. توافق تعليم وحسن سجية توافق نجم في السماء مع البدر. فحصنك التعليم عن كل ريبة لنفس ترقت عن ذميم وعن غدر. إذا جئت في قاع عديم نباته سيضحي مليئا بالنبات وبالزهر. كريحانة بالروض تشذي بريحها ومنها تعبقنا برائحة العطر. تلاقي بطيب الفأل حبا ورقة بوجه كزهر الورد يبرق بالبشر. تصارع فيك الخير والعطف فاستوى صراع زفير البحر مد مع الجزر. ودور فيك الشر بابا فلم يجد طريقا إلى حصن عصي عن الكسر. فلا فيك ميدان لحقد على الورى ولا فيك نظرات من العين في شزر. فنظرتكم خير إلى الخير تهتدي وميدانكم يسر بعيد عن العسر. فسرت على نهج توش بهمة بمخبر صدق باللسان وبالصدر. تحل عصيب الأمر تجلي همومه كما ينجلي ليل تولى مع الفجر. وتسبر للصعبات دربا تسيره لتجعل مقهورا بعيدا عن القهر. إذا قمت في أمر عسير فإنه بعون من الرحمن يفضي إلى يسري. تسلسل فيك الجود من آل جدكم كما جاء ماء النهر يجري مع الصخر. حباك ولي العرش منه وجاهة فأهديت المحتاج شكرا على شكري. عرفت بكم مجدا وجودا وهمة ولطفا وإحسانا جزى الله بالأجر. وبر من الأعماق تلقى جزاءه من الله في الدنيا ويحفظ في البذر. ووصلا لذي القربى وحرصا عليهم فكنت لهم درءا بما نلت من قدري. وعلما من الرحمن شع بنوره ولفظا به الآيات ترسل كالدر. فأذريت محرابا وتوجت منبرا فأبدعت إذ تلقي بيانا من السحر. عليك من الرحمن كل سكينة فليس بكم طيش ولست بذي كبري. وقدوتك المختار من آل هاشم عليه صلاة الله ما جاء بالذكر. وقدوتك المختار من آل هاشم عليه صلاة الله ما جاء بالذكر.